للتنبيه. هذا مار مارد قال ما لنا شغله بالمال العراقي، المال الممنوح من اللجنة الأولمبية الدولية. انتم هم تراكم هم خلوا قفاني اقعد هاي النقطه. انتم ما تفاجئتوا كرياضيين انه اللجنه الاولمبيه الدوليه تعطي اموال للاولمبيه العراقيه؟ هاي اول مره انا اسمع بيها. اللجنه الاولمبيه الدوليه تعطي فلوس. لا راح يجي المعالي الوزير عندك كتب ايش قد ممنوح العراق من 2003 لحد الان. حلو. الاموال قال اسمع عمر قال الاموال اللي الاولمبيه الدوليه تمنحها للاولمبيه العراقيه انتم همين تاخذونها؟ قال لا الوزير احنا ما ناخذها، لكن احنا قانون عندنا بالعراق اي اموال تجينا من الخارج لازم نراقبها ونشوفها انصرفت في مواقعها المحدده لها.